المشكل اخويا اللي عندي وهو مشكلة الماء والضوء. ملي كان الطالب كنمشي للدشاويه كنطالب على الماء والضوء تيقول لي عائلتي الا بغيتي الماء والضوء يدخل لك تنسحبي من هذا الملف ديال العقار هو ديال. والمشكل الثاني جزاكم الله خيرا حتى هو ما هو قارب ليا لا في هذا الورد ولا والو. حتى هو كيجي كيهددني ضرب لي اختي وجات هجم عليا في 2018 لشي 200 واحد اللي جات معاه جاو باش غادي يخرجونا برا كيقول هاد الدار غادي نهرسها بالتراكتور وعندنا التصوير عندنا بالصوت وبكل شيء. المهم الوالده عندي الله يرحمها تصابت بالجلطه دابا راه ماتت ودابا التهديدها وما الشكايات قدامكم كتشوفي فيهم ليومنا هذا ما كنعيش في التهديد انا اختي اللي هي ضريره اللي بسببهم هما باش ولات ضريره برلمانيين هما ما عندي بهم حتى شي اتصال بيني وبينهم هذا الولد. الملف راه باقي مفتوح وباقي دابا المشكله عندي راه يلاه دابني ضربوني هاد الناس من طرفهم هما جاوني بالسيوفه وجابوا لي كلب وكيقولوا لي راه غتخرجي من هاد الدار وحنا راه محامينا كيحاربني من هاد الدار كيحاربني من ملكنا ديال زايد وحنا المؤسسين اللي اسسنا هاد اللي كانوا جدودنا رحمهم الله اللي عطاو الجامع وعطاو الدرك الملكي وحنا كنا خدام هاد البلاد وهاد هاد هاد, هاد البيت هذا راه هو اللي حيا دوك البيوت اللي سبت بزوله لولا هاد البيت راه ما غيكونش هاد البيوت لانه كانوا العائله اللي كانت هنا كانت كتخدم هاد الوطن. ودابا ولدي شنو هو اللي كنطالب وهو اللي ما وضو يدخل ليا راني وليت كنتهاجم وانا ما عندي لا ولد لا بنت ودابا راني وليت مصابه بمرض الصرع واختي راه ولات هي كفيفه وكنتحامى بالقانون وكنقول للمسؤول يشوفني بعين الاعتبار والشعب المغربي جزاه الله خيرا اللي بغيتو يسمعني وراني مهدده في اي لحظه راني غنتقتل وليت كنتعير في شرفي بغيت كنتعير في شرفي وانا ما كنملك الا شرفي والضرب والشتم يوميا عرض لي في سبيلي في اي بلاصه راه ولات قضيه ديال راي عام يعني هذا النزاع كله سببه العقار والدي ماتوا الملكة ماتت سياد الملك داو ضريرة وكانت كتحضر في الجلسة وكان كيقول لي القاضي والوكيل ما تحضريش هاد المرأة وأنا القاضي والوكيل راه ما ظالمنيش ظالم وأنا مرأة ضعيفة راه ما عندي لا ولد لا بنت عندي الله سبحانه وتعالى وأنا قضيتي جدي معايا جزاكم الله خيرا كنطلبكم باش تسمعوني وتنترك جدي بدرتي وقتك وتنطلب من الله سبحانه وتعالى كل شيء يسمعني أنا راني وليت حتى الشعواده راه ولات كتمارس عليا حتى الشعواده أش نقول لك أنا ما نقدرش نقول أسماء أخرين اللي كيتواجهوا في هاد السكينة هادي اللي كيستغلوا هاد الظروف هادي لا الدجاج كيبقى ليا لا حتى حاجة اللي درتها والدار ديما كتهجم راهي الله مؤخرا 10 ايام في شعبان راني كنت تهجمت بالسيف وبكلب وهما جوج كاينين جوج ملي كنمشي نصاوب شي ورقه تيقول لي الماء والضو ما غاديش يدخل ليك تتسني ليا في هذا الملك ديال زايد تقولي راه ما كتسالي والو بما انه راه ما كيدلي حتى شي ورقه كل شيء الرسوم عندنا حنايا وهذا الشيء اللي كنشكي منه وانا كنطالب يعني كنطالب بحقي في هاد يعني في البيت وكنتكلم يعني على الضوء اول حاجه على الضوء الماء ما عندناش في البيت ورغم ان هاد البيت هو الدار يعني القديمه الدار الاولى ويعني كانوا بغاو يديروها هي عشوائيه ولكن ماشي عشوائيه هي الدار القديمه هي الاولى دار تاريخ هي المعلمه تاع هاد البيوت كامله يعني هي اللي عطات وانا اليوم انا كنطالب غير يعني بحقنا ما كنطالب شي حاجه كثيره كنطالب بحقنا الموضوع حنا ما عندناش وكنعانوا في هاد البلاصه يعني كنضربوا بزاف د الحوايج تيوقعوا لينا يعني انا سبب الاعاقه كانوا عندي ماشي غادي نكذب كانوا عندي القرنيات محروقين وبالضربه ديالي اللي ضربت يعني كملت ليا داك الشوب ديالي هما اللي ضربوني بسببهم الضربه اللي ضربت في راسي ضربوني بحال يوم السبت
اليوم السبت بالضبط، ضربوني يعني من طرف، سلطوا عليا مرأة من طرفهم، همايا. علاش هادشي؟ على كامل على يعني على الملف العقارات اللي تابعه اختي، هادشي كلشي على حسب على فين يعني السكن ديالنا وعلى الملف ديال العقارات. وانا دابا هي ماشي دابا الضربه ديالي راه كضرني، يعني كنعاني بعد الضربه كترجع تاني تضرني. وكانوا اختي ما كانتش معايا في الدار اللي هي في الملف تاع العقارات، يعني في الملف ديال العقارات هي اللي يمكن هي اللي يعني في هاد الملف تاع العقارات. هما شي يديروا لها كيديروا لها الاعاقات، يعني كيعيقوها، يعني كيمشيو لها يضربوا لها شي ولد من ولاد العائله ولا شي حد بالضبط، باش كات ما يخلوهاش يعني في هذا الميل تاع العقار تبعو. ضربوني انا، ماشي غير انا، دائما علينا بالضرب. وشكون اللي كيضربنا؟ كيضربونا هاد الناس اللي كاينين هنا متواجدين هنا في هذا المكان. كنطالبوا بحقنا، ما كنطالبوش بشي حاجه يعني اللي فوق سميتو، كنطالبوا بالحق ديالنا، بحقنا انه يدخل لينا يعني الموضوع، وحقنا ديال الملف ديال العقارات بغينا نشدوا الورد ديالنا. هادشي باش كنطالبوا، ما كنطالبوش يعني شي حاجه اللي فوق يعني الجهد ديالنا. رغم احنا ضربنا، رغم انه والدينا ماتوا، رغم ان خواتاتي ضروا في هذا الشيء، زعما شي واحد اللي باقى بالصحه ديالو راه ما كاينش، راه كلشي مرض، راه كلشي زعما تيعاني، كلشي ولا تيعاني في هذا الورد، يعني ما كاينش شي حد ما تيعانيش. والله يخلي لنا محمد السادس، الله يخلي لنا من هذا المنبر، انا نطلبهم وكان ناشدهم انهم يكونوا في صفنا